وشايفة بعيوني عشان خدوني وحبابي فرجوني سوريا جعا وشايفة بإذن الله لن يستطيع إنسان أن يلوي ذراع هذا الوطن مهما كلف ثمن. وأي سوري أي سوري أنا بفتخر فيه مهما كلف ثمن. حتى الناس اللي طلعوا برا البلد أنا بتمنى يرجعوا للبلد، لأنه هاي البلد سوريا لا يمكن أن تستغني عنهم. ما حدا الظفر ما بيطلع من الجلد، فهن طلعوا الله يسهل لهم إن شاء الله حيرجعوا ويرجعوا يرجع الوطن يقوم على شرفاء ويقوم على قيادته الحكيمة، ورح نرجع نتربع على عرش الدراما أكثر فأكثر فأكثر. واليوم الحمد لله على الساحة في أعمال سورية بترفع الرأس، فالحمد لله نشكر الله قادرين نسبة موجودية لغاية اليوم، التعليم ببلاش لغاية اليوم، جامعاتنا ببلاش لغاية اليوم، مشافينا ببلاش. تعرفي أجواء رمضانية دائما بسوريا هي بتكون عامة بالخير وبالسعادة دائما بوجود هالناس. هلا أكيد بوجه طبعا للمغتربين أنه الحمد لله بلدنا بخير وإن شاء الله أكيد حترجع أحسن وأحسن بوجودنا فيها ومحبتنا فيها اللي هي مخلتنا أنه دائما نكون متواجدين حتى بشهر رمضان المبارك، وإن شاء الله بينعاد على الجميع بالخير والسعادة، ويا رب هيك كل اللي عم بيشاهدونا المغتربين شهر رمضان المقبل بيكونوا موجودين معنا بسوريا ومنعيد سوا ومنفرح سوا. هلا نحن انتقلنا من شيراتون لفندق القيصر للمرحلة الثانية من خيمتنا، خيمة مدينة الياسمين. كنا بنوعد انه عندنا ضيوف لبنانية وسورية على مستوى كتير عالي، وعاملين عروض كتير كبيرة بتتناسب مع شهر الخير شهر رمضان الكريم. سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الارض شربان رجولي تنسوني وقت بيخلى باسم المجد بينطى سوريا بتعلق هاي ام الحنوني عشاق 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 لخدوم